الظالمين. نعم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في اطبخ شفتيك عند الميم. شو ولكم في كم ولكم في الأرض إيه؟ اطبخ في الميم وافتح في الفاء. كم في ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. واصل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نعم. إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها. لا، عندكم الميم عند الفاء. هم فيها حكمها الإظهار هكذا. هم فيها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جيد، ما شاء الله، تفضل انت سيدي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان واستكبر باء راء واستكبر وكان ما قلتش برا بالع باء باء واستكبر وكان من الكافرين. إيش. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان من عنها فأخرجهما مما كانا فيه. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله، محفوظة الحمد لله. مع بعض مرة أخرى مع بعض نرجع لكم. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فإما يأتينكم مني
ولا هم يحزنون. نعم.